أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في الحصاد اليومي نقدمه لكم من قناتكم شوف تيفي. نسهل الحصاد بالعناوين: المغاربة يطلقون حملة زيرو غريساج، شاطئ بوزنيقة يرفع اللواء الأزرق للسنة العاشرة على التوالي، شخص يذبح شابا بحي سيدي عثمان بسبب الأقراص المهلوسة، جماهير الرجاء ترفع شعار ارحل في وجه رئيس الفريق سعيد حسبان. بداية الحصاد ستكون من خلال الحملة الفيسبوكية زيرو غريساج التي أطلقها المغاربة في محاولة منهم لضمان الأمن والأمان بعد ارتفاع معدلات الجريمة. لنتابع الروبورتاج. هنا بحي البركة بالبيضاء تتوالى شكاية السكان حول السرقة في واضحة النهار، فهم يعانون من السطو بسلاح الأبيض في غياب الأمن. كنت شكاو بزاف من قلة الأمن أو بمعنى أصح انعدام الأمن، كيتكريساو عندنا هنا الناس في هذا الشارع هذا، وفي هذا عندنا بؤر سوداء، عندنا هذا القنت هذا البلاصه هذه، الناس كيمشيو للترام وكيجيو كيتكريساو دائما. اليوم في الصباح تكريسات واحد بنت جارنا، بنت رجل امن سابق، هنا تكريسات الدوله تقريبا ما يعادل 3000 درهم حاليا الصباح. عاود كاين هذا المكان هذا البلاصه هذه خطيره، هي جهه القواس كيتدرقوا فيها من 6 الصباح كيكونوا عينا من عيطوا، عيطنا على البوليس كيجيو فعلا كيديروا اللي عليهم، ولكن خص تعزيزات امنيه كثيره. تعرضت للسرقه هذه مده تقريبا ديال عامين وزياده، تعرضت للسرقه، داو لي زباله ديال الفلوس من القهوه، وداو لي السلعه وداو الكرفسوني، وديكلاريت البوليس ما يعني جاوا البوليس جاوا الشرطه العلميه ما داروا حتى حاجه، جاوا طلعوا لي الدنيا هنا بداك الغبره ديالهم، وهنا حق لي زون برانت كذا، ما كاين حتى حاجه لحد الساعه، ما كاين حتى حاجه ضعت. ويوميا كيتكريساو الناس قدام القهوه ديالي، ما نقدرش نهضر، لان هو راه كيتكريساو يوميا. كاين الكريساج في حي البركه يوميا، كاين الكريساج هنا، الناس كتكرفس، ما كاين لا امن لا مراقبه لا حتى حاجه، بكل صراحه ما كاينش شي حاجه نهائيا. سكان حي البركة يشكون من عصابات مسلحة تهاجم منازلهم وتقطع طريقهم سالبة منهم كل ممتلكاتهم. الدولية 2000 درهم من جيبي صحة، وركبوا على موتور وهربوا. هاد الأيام ردتني لا سمو، جا واحد سيد خرج من الحبس، راه دخل لي للدار، جا هز جوج ناوة معاه، جا كيجري يعني الناس من الدار. درنا معاه محاولات تجرينا عليه وضعيتنا البوليس، ما كاين حتى حاجه. كنطالبوا بالامن، فهمتي، كنطالبوا بالامن المكتف، يديروا شي سميتها شي واخا مغفر صغير ديال الامن، ديال رجال الامن على الاقل، باش عارف يخوفهم. راه حتى رجال الامن تغلبوا، واخا هكاك راه تغلبوا، لان تغلبوا حيت كاين واحد هنا تضاريس لا مثيل لها في الدار البيضاء، تضاريس اللي كتعيق سميتو العمل ديال رجال الامن، كتعيق هذاك العمل ديالهم. صافي المنطقه راه الامن منعدم نهائيا في هذه المنطقه هذه. تنطالبوا بتواجد مكثف للبوليس، يتواجدوا يتعاود تفتح هذاك البوست ويداروا فيه واحد 4 ولا 5 ديال العناصر بالمطر ديالهم، يكونوا يكونوا متواجدين ليل نهار. السكان يطالبون فقط بتوفير الامن لهم، لان السطو المتكرر يهدد حياتهم. وفي خبر آخر، تم صباح اليوم الأربعاء رفع اللواء الأزرق بشاطئ بوزنيقة للسنة العاشرة على التوالي، اعترافا بجودة مياه الشاطئ وكذا بالمجهودات المبذولة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وذلك تحت الرعاية السامية للأميرة لالا حسنة. روبورتاج مريم مالكو، كاميرا عبد اللطيف إيكيكر. تحت شعار لنجعل شواطئنا تبتسم، تم رفع صباح اليوم الأربعاء اللواء الأزرق بشاطئ بوزنيقة لسنة العاشرة على التوالي، اعترافا بجودة مياه الشاطئ ونظافته والمجهودات المبذولة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. هذا اليوم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب جد سعيد بالاحتفال بتثبيت اللواء الأزرق للمرة العاشرة على التوالي، بحيث حصلنا عليه منذ سنة 2000، والحمد لله لأنه كما تتعرفوا بأنه هذا اللواء الأزرق اللي تعطيه المنظمة الأوروبية للتربية البيئية على الصعيد الدولي، واللي نحن تنعتبروا ثاني بلد في أفريقيا اللي تنحصلوا على هذا اللواء، والحمد لله 22 شاطئ في المملكة اللي حصلوا على اللواء بفضل المجهودات اللي تتبذلها مؤسسة محمد السادس للتربية البيئية تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي لالا حسنة. بالنسبة للجمالية ديالته هذا اللواء تيعطي بسبب لأنه المصطفين كلهم تيبغيو يجيو لهذا الشاطئ، ف مثلا من 2002 كان العدد تيتراوح بين 5000، اليوم اصبح العدد اللي تيتجاوز 150000 بين السبت والاحد.
هذا ويتمثل انخراط المكتب في وضع برنامج متنوع يستجيب لحاجيات المصطافين، وكذا تعزيز البنية التحتية الموجودة التي تشمل مراكز للعلاج وأخرى ذات طابع تربوي وتجهيزات للسلامة والمراقبة. وبهذا الخصوص هذا لأنه المكتب الوطني للماء الصالح للكهرباء والماء الصالح للشرب هيئ واحد البرنامج تحسيسي وتوعوي اللي تيتعلق بالشاطئ من جهة وتيتعلق بالساحل، بحيث عندنا خرجات ميدانية مثلا في الغابة ديال واد الشراط غنخرجوا الأطفال يوم الاثنين المقبل، واللي غادي يستفدوا من شروحات بالنسبة للتنوع البيولوجي اللي تتزخر به المنطقة هذه الغابة هذه، وذلك بشراكة مع لايس فيتي النسيج الجمعوي اللي حاضر بقوه في هذا الاقليم هذا، فكل جمعيه والا تتشارك بواحد البرنامج ديالها في هذه الحمله هذه. ويشمل برنامج المكتب انشطه ذات طابع تربوي وثقافي وفني ورياضي، كما يحظى المشتركين في الانشطه بجوائز خاصه. كنقوم بعده انشطه ترفيهيه، انشطه رياضيه، سواء على الرمال او على الماء. إذا فيما يخص الأنشطة الرياضية اللي كانت تقام في الماء، عندنا الكاياك، ركوب الموج، السيرف أو الركمجة، ثم القصور الرملية. فيما يخص الأنشطة الرياضية اللي كانت تقام هنا على الشاطئ، عندنا كرة القدم، الكرة الطائرة، البين بونغ، كذلك ألعاب بلا حدود، الكرة الطائرة. إذا وما نساوش مركز التربية البيئية اللي هو الأساس في هذه الحملة اللي هي حملة شواطئ نظيفة. وبذلك كنقوموا بعدة أنشطة، ومن خلال هذه الأنشطة كنقوموا بتسليم جوائز متعددة ومختلفة في آخر اليوم. كنت شاركنا حنايا 10 ديال المنافسين، درنا ديزيكيب 5-5، وكانت المنافسة شوية شديدة بين لي جوار، واستطعنا نفوزوا بالمسابقة، حصلنا على الميدالية الذهبية. وكنجيو كل عام لهاد الشاطئ بوزنيقة، نظيف وزوين، تيجيو ليه بزاف ديال المصطافين. اللواء الأزرق إذن يمنح للشواطئ التي تحترم جودة المياه الاستحمام والتحسيس والتربية على البيئة والوقاية والسلامة، وأخيرا التهيئة والتدبير. وفي خبر الحوادث، اهتز حي سيدي عثمان على وقع جريمة مروعة بطلها شاب كان تحت تأثير المخدرات بذبح شاب من الوريد إلى الوريد في مشهد مروع هز أبناء الحي المذكور. وقامت الشرطة القضائية بإعادة تمشي لفصول هذه الجريمة بعد اعتقال الجاني أمس الثلاثاء. ونختتم بالخبر الرياضي، حيث نظم العشرات من الجماهير الرجوية وقفة احتجاجية أمام معقل الفريق الأخضر ملعب الوزيز لانتقاد السياسة التسييرية للرئيس الجديد سعيد حسبان. ورفعت هذه الجماهير مجموعة من اللافتات طالبة من خلالها حسبان بحل مشاكل الفريق الأخضر أو تقديم استقالته على الفور. كما حملت هذه الجماهير شعار ارحل في وجه حسبان، معتبرة إياه سببا في التدهور الكبير الذي تعرض له النادي بعد جلوسه على كرسي الرئاسة خلفا لمحمد بودريقة. بهذا الخبر الرياضي نصل إلى ختام الحصاد، دمتم في رعاية الله.